إذا كان رئيس جهاز المخابرات، هو رائد جوحي كان مدير مكتب بعدين صار رئيس جهاز المخابرات، وضياء الموسوي اللي الآن عليه مذكرات حتى انتربول اللي كان وكيل بالمخابرات أيضا متهم بعمليات تهريب المشتقات النفطية وغيره، وزير المالية ووزير الثقافة، إذا كان رأس الهرم بهذا هذا الفساد دولتي يا أخوي. أنت إذا تستكمل سرقة النفط من قبل حماة النفط، سرقة النفط من أي حامية حرامية وصولة إلى كفري أكثر من 100 سيطرة، أكثر من 100 سيطرة غير القيادات والعمليات. شلون عبرت بهالأعداد؟ شلون وصلت؟ وين باعوها؟ شنو الأسواق المفتوحة؟ ورتبهم ما شاء الله من لواء ونازل، ظلت بس رتبت الفريق. هاي وحدة. بعدهم ما خلصوا تحقيق بهاي القضية، الأمن الوطني أيضا وجد منظمة أخرى أيضا مختصة بسرقة النفط، عادت من جديد لكي تسرق النفط. طيب. السرقات يعني موجودة ما من قطعة، والفساد تجذر في الدولة العراقية. ليش؟ لأنه قبل رئيس الوزراء يروح يودوا له يقول له هذا ملف مال فساد وكذا ونريد نحيله، يعني يا معود خلوه هسه مو وقتها. يحفظون حجي فلان أحسن، يحفظون والسياسي فلان والقيادي فلان. ليش؟ لأنه كلهم مشتركين بالفساد. فأنت لما تريد تحاسب واحد هو راح يقول لك ليش ما تحاسب فلان، هذا يقول لك ليش ما تحاسب فلان، يقول لك ليش ما تحاسب فلان مثلا. ولهذا أنا أعتقد الموضوع كبير جدا، كبير جدا، ما هو سهل. إيه بس الخطير من أنت رئيس وزراء مثلا عندك مدير مكتب ومخابرات وغيرها رأس هرم قيادة الدولة تطلع معقولة ما يعرفهم؟ يعني معقولة ما يعرفهم؟ يعني معقولة هو أنا اللي يشتغل وياي، معقولة ما أعرف إيش قاعد يسوي إيش قاعد يعمل إيش قاعد كذا؟ أو على الأقل فد اثنين ثلاثة يشاوروني يا بترى فلان هيجي وترى فلان هيجي. يعني ليش نلوم أمريكا ونلوم إيران وتركيا والكويت على التوغل واللعب بالقرار إذا كان رأس الهرم بهاي الكمية مال الفساد؟ إيش تتوقع يعني؟ أكو وطنية بالعراق مثلاً؟ ماكو. هاي القيادات وشعاراتها والريد وطن ماكو وطن وإدارة دولة ومدري لا ماكو وطن. والله ولا يريدون دولة. زين. لأنه يقول لك أنا أفكاري تعبر الدولة، شنو الدولة؟ أنا أفكاري تعبر الدولة على أساس إصلاح، يعني هسه كملوا إصلاح العراق يقولون يتحولون مثلا حتى يصلحون باقي المجتمعات المدنية. فهاي أفكارهم، أما وطن ومواطنة وما أدري شنو كذا وبلد ويحتل رقم واحد بالاستحقاق الاحترام، قاعد أشوفه معدوم يعني بصراحة، لأنه المصالح الشخصية قاعد تتقدم على كثير من المسائل، ولا تزال صيحات أبناء الشعب العراقي في كل المحافظات تقريبا بدون استثناء، لا يزال الفقر ولا يزال الجوع ولا يزال البطالة ولا تزال الأمور الأخرى ولا تزال العوائل المتعففة، ما صار شيء رغم هالموازنات الفلكية العالية جدا. معقولة عاجزين عن أن تحلون هاي المشاكل؟ معقولة أنتم عاجزين أن تحلون هاي المشاكل؟ وحلها كلش بسيط، حلها كلش بسيط، رحتوا بس للرعاية الاجتماعية تدفعون فلوس حتى تستفيدون من الأصوات للانتخابات. صحيح. مو تردون تحلون مشكلة مع المجتمع، لا، وإنما تردون تستفيدون من الأصوات، لا سيما هي قادمة ما أدري بشهر العاشر أو بالـ11 إذا صارت. لهذا الفساد صار بالعراق مؤسسة مرتبة، يعني ما يبدون بالفساد إذا ما يرتبون كل خيوطها ويحكمونها ويأمنونها ويرتبونها وتبدأ عملية الفساد. وإذا وصلت للرؤوس جت تروح تدور هسه على الملاحظ ومعاون الملاحظ، لو معاون المهندس، لو المدقق، لو معاون المدقق، لا. تصور الحسابات الختامية ما أنجزت. صحيح. خطط التنمية ما قاعد تمشي. الموازنة مال سنة لسنة ما قاعد تمشي. يسوي لك قانون الأمن الغذائي يوزعونه بيناتهم. اي 25 مليار دولار. زين، ليش؟ انت لما شرعت قانون، شرع قانون الموازنة
بس الموازنة بها حسابات ختامية، هذا ما بها حسابات ختامية. جميل دكتور، من نرجع لك، من يحاسب هؤلاء الحيتان؟ من العود الجنوبي؟ شعب عندنا إمكانية.